السلام عليكم مشاهدتي الكرام ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الوصفه ديال زياده الوزن وعلاج النحافه. عندي هنا ثلاثه ديال المكونات غنحتاجهم في الوصفه: الربعه ديال اللوز والربعه ديال الجلان والربعه ديال الايلان. هاد المكونات بثلاثه اللي غنحتاج فقط، وغنوريكم ان شاء الله جوج الطرق باش نستعملوا هاد الوصفه هذه. غنطحن هاد المكونات هادو بثلاثه ونكمل معكم باقي مراحل ديال تحضير هاد الوصفه. دابا غنطحن هاد المكونات هادو، وغنحتاج هاد الطحانه سميتها الطحانه هادي. هاد الوصفه هادي مزيانه لعلاج النحافه الكبار والصغار، خصوصا الاطفال اللي عندهم الصحه ديالهم ضعافين بزاف. هاد الوصفه هادي مزيانه ليهم، من الاسبوع الاول كتشوف الفرق، ومزيانه كذلك هاد الوصفه هادي لعلاج فقر الدم وعلاج نقص في الحديد. كتعالجو بصفه نهائيه، خصوصا الا مستمرين عليها مده طويله كتعطينا نتيجه زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديال ثلاثة ديال المكونات ديالنا ديال هذه الوصفة. من بعد ما طحنتهم مزيان وخلطتهم، دابا غنوريكم الطريقة ديال التحضير. الطريقة الأولى كناخدو معلقة من هذا المسحوق، هذا معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان، ونضيفوها على الكاس كبير ديال الحليب من بعد الفطور، كل نهار مع الصباح من بعد الفطور نشربو كويس بحال هذا، ونشربو تاني كويس تاني بحال هذا من بعد العشاء، ونستمروا على الطريقة هذه مدة ديال السيمانة، وغتلاحظوا الفرق خصوصا الأطفال اللي عندهم نحافة كثيرة. هاد الوصفة هادي دغيا غتزيد ليهم الوزن وغتنفعهم. هاد المكونات هادو مزيانين وغنيين بالفيتامينات. ودابا غنوريكم الطريقة الأخرى، ودابا غنوريكم طريقة أخرى. غنخوي هاد المكونات هنايا وغندير بحال الطريقة ديال سليلو، مغنضيفوش الطحين، غنخلي غير هاد المكونات بثلاثة فقط، ونضيفو عليهم الكاس ديال العسل. من الأحسن ديرو عسل حر إلا عندكم، وإلا ما عندكمش ديرو غير اللي متوفر عندكم باش يجي المذاق ديالو زوين بالنسبه للاطفال الصغار باش يبغيو يتناولوه ليكم. ونضيف الكاس تاع الزيت العود، ونخلط كل شيء مزيان بحال هكايا حتى يتخلط ليا كل شيء بحال الشكل ديال سليلو. يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتو على حسب عدد الافراد اللي غادي يتناولوه، وتعجنوه مزيان وتخلطوه مزيان وديروه في شي بواطا تكون كتسد مزيان حتى هاد الطريقه زوينه. الى عندنا اطفال صغار عندهم نحافه نعمر لهم الزلافه من هاد الخليط هذا، تقريبا 3 ديال المعالق كبار، يتناولوها من بعد الفطور ومن بعد العشاء يوميا، وغتلاحظوا الفرق ان شاء الله. هاد الطريقه هذه وهاد المكونات هادو احسن من الادويه ديال فقر الدم وديال الحديد. هادو مواد طبيعيين فيهم شي حاجه اللي غضر وليداتكم. هاد الوصفه هادي مزيانه للكبار والصغار. ومشاهدتي الكرام كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. مشاهدتي الكرام هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الوصفه ديالنا من بعد ما عجنتها مزيان. و طريقة ديال الاستعمال بحال هكايا، كل صباح نعطيو 3 ديال المعالق كبار لوليداتنا بحال هكايا، ولا 2 معالق على حسب الرغبة. نعطيوهم بحال هكايا الزلافة هادي من بعد الفطور ومن بعد العشاء، وتشوفوا الفرق كيفاش غادي تزادوا في الوزن وكيفاش غادي تحسن الصحة ديالهم. مشاهدتي الكرام كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة هادي، وكنقول لكم السلام عليكم حتى المره اخرى ان شاء الله مع وصفه اخرى.